القانون اللي هو تعمل من أجل ضم بعض الفئات اللي هي تخدم في الانفورمال يعني في قطاع غير المنظم وتخدم في قطاع غير مهيكل ما تخدمش بصفة منتظمة بصفة متقطعة وربما عند أكثر من عرف أكثر من صاحب عمل. هو القانون موجود اليوم اللي عملناه هو هذا الأمر الذي يدمج النساء اللي في الوسط الريفي والعاملات في المجال الفلاحي وحتى النساء اللي هم متاع المحار هذوك اللي يجمعوا المحار زادة كيف كيف ثم كليا أنهم زادة كيف كيف ينضموا لهذا الصنف من أجل أنه تشملهم التغطية الاجتماعية. وعملنا حاجة مرنة كيفاش وأنه طبقنا عليهم معناها النظام اللي هو يسمح لهم باش يشاركوا نظرا لمعناها ظروفهم الاجتماعية ضعيفة أنه ليش مش ناخذ عليه من كوتيزاسيون تعمل عند انسان عنده مؤجر ويخدم معناها بصفه منتظمه وينخرط في الضمان الاجتماعي في الانظمه المعروفه في الضمان الاجتماعي انما هذا نظام خاص معناها يعتمد على ثلثي الاجر الادنى الفلاحي المضمون الاجر الفلاحي المضمون اليوم هو 357 دينار الثلثين نتاعو تقريبا 236 دينار و90 مليم يعني مش ناخذ 7.5% على هؤلاء معنيين النساء المعنيات بالأمر معناها تدفعهم بالتقسيط وبصفة مجزأة كلما توفر لها معناها الإمكانية المادية أنها عن طريق إما مباشرة أو عملنا هذه الخدمة هذه عن طريق تكنولوجيا الاتصالات باش تولي عن طريق الهاتف وباعتماد تطبيق وقع الاتفاق عليها أنها تدفع بشوية في ما يجب عليها أن تدفع حسب هذا القانون اللي هو تقريبا 53 دينار و 580 مليم في 3 أشهر تدفعهم بالدينار تدفعهم بالخمسة دينارات تدفعهم وقت تخدم تدفعهم وقت عندها فلوس المهم في شهريا أو سنويا في آخر عام بقى عندها هذه الحصيلة التي تخول لها الانتفاع. طبعا احنا من اللي تبدا الاشتراك يبدا تفتح حقها في الانتفاع بالخدمات كما قلنا الخدمات هي تشمل شيخوخه التقاعد تشمل كذلك التغطيه الصحيه لهذا الصنف من النساء واللي هم كما قلت مقدر تقريبا بحوالي 500,000 امراه معنيه باش تلقى حملات للتفسير بالنسبه للنساء اللي ربما راح التفسير كيفاش ماشي يستعملوا هذه التطبيق وكيفاش ماشي يدخلوا في المنظومه هذه سواء عن طريق جماعه البريد والا اللي يخدموا في السي ان اس اس والا اللي يخدموا في الاخصائيين الاجتماعيين اللي يخدموا وزاره الشؤون الاجتماعيه. هدف من امضاء هذه الاتفاقيه وعنده حتى بعد تجاري بعد تضامني بعد انساني والمهمة الموكولة بين وبين مصالح قوات النظام الاجتماعي هو تيسير انخراط المرأة الريفية العاملة في القطاع الفلاحي في منظومة التغطية الاجتماعية كما ذكر السيد وزير الشؤون الاجتماعية تتمتع بمختلف الخدمات التي تفيدها بصفة خاصة العلاج. في الحقيقة احنا عندنا شبكة منتشرة في البلاد وذكرت انه اتصالات تونس هي المشغل الوطني الوحيد اللي ساهمت في تخطيط المناطق البيضاء بمختلف التكنولوجيات اللي تأمن استغلال خدمات الاتصالات ذات الدفق العالي حتى في المناطق اللي يصعب التوصل لها بالطرقات بصفة يسيرة. الخدمة هذه اللي احنا معناها مش نساهموا فيها بمختلف المصالح الجهوية متاعنا بالتنسيق مع مصالح الصندوق الوطني للنظام الاجتماعي. أولاً باش يكون فما اتصال بالفئة المعنية اللي هي النساء العاملات في المناطق الريفية في القطاع الفلاحي حتى يقع تجميع ملفات الانخراط طبعا بالتنسيق مع نظرانا من الصندوق الوطني للنظام الاجتماعي وهذا باش معناها ما نخليهمش يتكبدوا معناها مشاق التنقل إلى مختلف مراكز الصندوق الضمان الاجتماعي وكذلك حتى مصاريف المتأتية عن ذلك. باش نقوموا بتجميع الملفات هذه بالتنسيق كما ذكرت ويقع موافاة بها مصالح صندوق الوطني للنظام الاجتماعي يتثبتوا في مختلف الوثائق المقدمة يقع إشعارنا فيما بعد من طرف مصالح صندوق الوطني للنظام الاجتماعي اللي شكون عنده الأحقية باش ينخرط في الخدمة هذه وقت اللي يقع إشعارنا
احنا نعلم الفئه هذه نعلمهم عن طريق خطوط الهاتف الجوال نتاعهم، واللي ما عندهاش خط هاتف جوال في العمليه هذه باش نعطيوها شريحه معناها بالنسبه للاتصالات تونس. رمز الشق الاعلان عليه غدوه ان شاء الله يقع تشغيل الرمز هذا، وبصفه اليه يقع اقتطاع دينار في ال 24 ساعه من رصيد الخط الهاتفي المسبق الدفع، وبصفه اليه كل 24 ساعه يقع الاقتطاع. بالطبع اذا كان فماش رصيد يتاجل مع فما سقف سنوي هو اللي باش يتم الاتفاق فيه مع مصالح وزاره الشؤون الاجتماعيه اللي هو 218 دينار. وفي كل مره يقع اعلان كل عمليه اقتطاع يقع اعلان من الحليف ولا المرأة المعنيه كون راه وقع الاقتطاع، يمشي لها ارساليه قصيره ويقولوا لها على المبلغ اللي وقع تنزيله قداش وصل معنا السقف معنا حتى لين نوصل للسقف السنوي. بالطبع اللي عندها صعوبه باش تقوم بتشغيل العمليه هذه بحدها احنا على ذمتها ان شاء الله في مختلف الجهات. وفما التنسيق بعد ما مع مصالح صندوق الوطني للعمل الاجتماعي في توصيل المبالغ اللي وقع اقتطاعها من الرصيد الى مصالح وزاره الشؤون الاجتماعيه والا مصالح الصندوق الوطني للعمل الاجتماعي. في الحقيقه كما قلت بكري معناها العمليه هذه ما فيها حتى غايه تجاريه ولا ربحيه بالنسبه لاتصالات تونس، هي غايه معناها تيسير الحياه اليوميه للمواطن، وخاصه بدينا بخدمات تتماشى مع التكنولوجيا الحديثه، الموبايل بايمنت معناها الدفع عن طريق الهاتف الجوال. بدينا مع فئه اللي تعتبر فئه هشه معناها في بلادنا، وهذا معناها يعتبر معناها اشاره جد ايجابيه، وخاصه انها تتزامن مع اليوم العالمي للمرأة.